العربية وثروتها اللغوية جاءت من قوة مفرداتها وقواعدها، فاللغة مدعمة بالعديد من قواعد النحو والصرف، وتلك القواعد منحتها هوية خاصة عن باقي اللغات. اللغة العربية لغة معجزة وليست عاجزة. قل فلان مؤامر ولا تقل فلان متآمر. قل اعتاد ركوب الخيل ولا تقل اعتاد على ركوب الخيل. قل اعتذر إليه ولا تقل اعتذر له. قل أسست المدرسة ولا تقل تأسست مدرسة. قل دهشت ولا تقل اندهشت. قل أتيت إليه أو أتيته ولا تقل أتيت عنده. قل حماسة ولا تقل حماس. قل طالب ذو خلق أو متخلق ولا تقل طالب خلوق. قل عرفه بصوته ولا تقل عرفه من صوته. قل جاء وحده ولا تقل جاء لوحده. كانت معكم زينب في حلقة جديدة من قل ولا تقل.